فعظيم يعني انه عرفتوا كل شيء. فيا استاذ نشيد، لا انا ولا ميسم منشكل خطر عليك وعلى بنتك. ومين الخطر بقى؟ اللي نمتي معه، اللي انغرمتي فيه، مثل فيلم جوليا روبرتس Sleeping with the Enemy. قصدك وليد؟ نعم وليد. تصور وانت قايل غير هيك. اكيد وليد هو عدو، بس عدوك إلك لانه قدر ياخذ منك حب عمرك اللي ما عرفت تحافظ عليه. دغري جبنت وضعفت قدام المرأة المجرمة اللي اتفقنا انا وياك نطردها من حياتنا بلا رجعة. ويوم اللي كان ممكن شادي يعرف الحقيقة كنا متفقين خبره غير خبرية. امه صحيح، بس الام اللي بتربي وبتتعب بدون ما تحب. الو، ايه مين؟ منى غصن. بنت عدنان يعني. اهلا عمو، كيفك؟ شو بوصى؟ في شيء؟ ايه حبيبتي قولي لي. لو ربيتيه بحب، لو كنتي فعلا الام اللي ربت بقلب وبضمير، ما كان الصبي كرهك لما عرف مين امه الحقيقيه. انت بتكرهيه. انت اللي نبهتني من ميسم وقلت لي ما تخليها تدمر لنا حياتنا، وبايدك خليتها تدمرنا، وهلا جاي تنتقم لها تعوض لها. هو اذا في حدا لازم يعوض لها هو انت مش انا. شو بابا؟ شو قلت لك؟ وقفوا عدنان ابن خالتي بتهمة التعامل مع اسرائيل. الله يخلي عمه رشيد يشتغل له الموضوع. لا عمي لا، اوعى توسخ ايديك بتهمة التعامل هيدي. بكفي انت شو بتوسخ ايديك.